أهلا بيكم. الفيديو اللي أنا عملته ده موضوعه كان مفاجأة ليا جدا، لأن لقيت الموضوع اللي أنا بتكلم عنه موجود في مصر وبالتحديد في اسكندرية. أنا كنت مبهورة جدا لما عرفت الموضوع ده. أنا سبق ليا إن عملت فيديو شبيه له عن التماثيل الغريبة الموجودة في دول أوروبا وأمريكا وكتير من دول العالم. الشارع ده في اسكندرية، لقيت شارع في اسكندرية موجود فيه تماثيل منحوتة بطول الشارع شبيهة جدا بتماثيل دول أوروبا وأمريكا. على فكرة احنا ما نقلش أي شيء عن أوروبا وأمريكا في الإبداع والفن وفي الرقي وفي النحت، عندنا فنانين كبار وعظام. الشارع ده موجود فين؟ في محطة الرمل. فين بالظبط؟ قدام مسجد القائد إبراهيم، الناحية التانية هنعدي الترام هنلاقي قدامنا مجمع القوات المسلحة، هو سوبر ماركت كبير. الشارع اللي جنبه فيه فندق، جنبه فندق القوات المسلحة. الشارع اللي جنبه على طول هو اللي فيه التماثيل بطوله. طبعا الشارع ده هادي جدا وجميل جدا، ومفيش عربيات بتمشي فيه، طبعا الناس بس اللي بتمشي بمنتهى الهدوء والسعادة، وبتنبسط جدا وهي بتتفرج على التماثيل. أول تمثال هنشوفه هو تمثال منحوت على شكل هل بالسفن. تاني تمثال على شكل صندوق فيه كنز. الكنز ده عبارة عن جوهرة كبيرة وسط جواهر صغيرة منحوتة بشكل بارع. هنشوف كمان تمثال بإيد كأنها خارجة من الأرض، والإيد دي لابسة ساعة وخاتم. تمثال لرجل يشبه سبايدر مان، وهو شايل حجرة كبيرة قوي رفيعها لفوق، وقدامه ولد صغير. طبعا احنا ليه انا قلت سبايدر مان؟ لان هتلاقوا على صدره منقوش العنكبوت، فهو منحوت على درجة كبيرة من الابداع والدقة. في كمان تمثال لطفل قدامه عربية وكأنه بيتعاقب. تمثال لسيدة ورجل بجوار بعض على كرسي عريض في منتهى الرومانسية. تمثال لرجل بيعزف على الفيولين الكبيرة وهو منحوت بشكل فني راقي. تمثال لأميرة وأمير بينهم كرسي، وهم واقفين هم الاثنين في مشهد في منتهى الروعة.
تمثال عازف الكمان اللي كأنه بيخرج من الأرض ومنحوت بمنتهى الرقة والدقة والجمال والإبداع. تمثيل لأرانب كتير جدا متحركة، وبنشوف كمان في صقر واصطاد أحد الأرانب دي وهو بينقض عليها. تمثال لواحد جاهز وأمامه لابتوب وبيسمع موسيقى وفي ودنه سماعات وهو منسجم جدا. هنلاقي تمثال لديل سمكة يخرج من الأرض منقوش بكشور السمك ومنحوت بمنتهى البراعة والدقة والفن والإبداع. وفي كمان تمثال منحوت به كشور السمك، وهنلاقي كمان في بداخله سيف كبير. تمثال لشجرة في منتهى الروعة منحوتة كأنها حقيقية جدا. تمثال لتنين كبير لونه أخضر منحوت بدقة وبراعة.